بالنسبة لنا احنا في الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأظن عنها كل الضحايا الانتهاكات اللي وقعت في جبهة البوليساريو تلقاو بارتياح كبير هذا القرار المنصف ديال الغرفة الثانية في المحكمة الوطنية الإسبانية من أجل تصحيح ما قام به قاضي التحقيق لحفظ هاي الشكاية، لحفظ هذه الشكاية اللي بالنسبة لنا احنا وبعض الضحايا قدمناها في 2007 شهر 12 2007. ولهذا بعد قراره يوم 29 شهر 7 لتحفيظها بمبررات، وهي اللي هي مبررات التقادم، وهذا النوع من الجرائم ما فيهم تقادم، قامت الجمعية باستئناف هذا القرار اللي غير منصف، واللي رفعته للغرفة الثانية اللي هي تحكم في هذه القضاة التحقيق الموجودين في هذه المحكمة، واللي البارح الحمد لله، وهذا الشيء مفرح بالنسبة لنا ومفرح للضحايا إلى آخره، أنه تم إنصافهم وتم إرجاع المياه إلى مجاريها. ونبغي نشير هون عن بالنسبة لهذه الشكاية، راهي ما هو لا غالي، هي راهي لا ما هو غالي، هي هما 27 متهم اللي متابعين، 27 متابعين. إذا كانت تحفظت على غالي تحفظت على 27، منين فتحت على 27 اللي هما 23 قيادي وعنصر أمني في جبهة البوليساريو، وأربع ضباط مخابرات جزائريين واللي هم متابعين اليوم في المحكمة. اليوم هذا اليوم اللي هو اليوم 30 في شهر 9 اللي هو النهار اللي احنا فيه، اضطر القاضي إلى تغيير قراره ذاك، واللي مر قرار آخر اللي هو بإعادة فتح هذا الملف اللي هو ملف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، اللي ما بينها الاختطاف، الاغتصاب، الاغتيال، التعذيب إلى آخره لضحايا صحراويين من أصول إسبانيا، وضحايا صحراويين وموريتانيين في سجون البوليساريو على التراب الجزائري. الخطوة المقبلة اللي بين يدينا الجمعية دريك هي أنها بالنسبة عقب هذا القرار اللي انصفنا، اللي انصف الضحايا وانصف هاي الشكاية العادلة، هو أنه إن شاء الله نقدموا أدلة جديدة إلى القضاء، أدلة جديدة من أجل دفع القضاء، من أجل كل هذه الناس المتهمة بهاي انتهاكات حقوق الإنسان الصحراويين في مخيمات تندوف، يتم محاكمتهم وعلى الأقل متابعتهم. ومن بين إن شاء الله الخطوات التي نقوم بها مستقبليا في هذه الأيام القادمة إن شاء الله، هو إلحاح عن إصدار مذكرات بحث دولية، وبالخصوص مذكرة بحث أوروبية من أجل متابعة هذو المجرمين، الناس اللي قاموا بهذا النوع من الإجرام في كل التراب الأوروبي، ويكون إنصاف كل الضحايا.